بول اوف، غادي نبداو في هذا الدرس هذا مع الهامر اون. شنو هو الهامر اون؟ الهامر اون باش كنلعب واحد جوج نوطات في ضربه واحده، بحال هكا باش كنجي نلعب بالدري هادي اولا هادي، كنضرب الكورد مره واحده ونسد. هذا هامر اون. التقنيه كيفاش؟ كنضرب خاوي ونسد بصبعي اولا من هنا من واحد لجوج. كنتخيل هاد الصبعه بحال واحد المنطقه، منطقه صغيره، وكنسد كنضرب بحال اللي نضرب المنطقه بشويه. كيفاش كندير نكتبها في الطابلاتور؟ كما هو موضح عندكم تماك في الصوره، عندكم الكورد الفوقاني كنلعب فيه الزيرو وموراه واحد، وكندير واحد القوس من فوق منه، يعني ضربه واحده زيرو واحد. تحت منه زيرو واحد ثم واحد جوج. إذن هذا هو الهامر أون. إذن شوف أخذوا مثال ديال الطرح المعروف سيدي موسى. إذن خذوا الصورة ديالو سيدي موسى. إذن عندكم بي يعني عند دبل بوس، ولعب فيها الهامر اون. عندكم داك البي زيرو ان وتحت منها واحد جوج، وكاين تحت منها واحد المثلث من تحت الراس ديالو الفوق، كتعني بان هادي كتلعب هبطة، والوسطية زائد الفوقية جوج بيهم كنطلع. يعني هذاك المثلث شوفوا الراس ديالو راه مقلوب، يعني كنطلع ماشي كنهبط. هكا كيكون المثلث راسو مهبط لتحت، وهكا المثلث راسو طالع الفوق. عاودها بزاف على التتبع ديالكم. اذا شفتوا دابا شنو هو الهامر اون، الفيديو اللي غادي يجي من بعد غادي نشوفوا شنو هو البولين اوف او البول اوف، كيفاش غادي نديرو نكتبوه وكيفاش غادي نديرو نلعبو. اذا عجبك الفيديو بارطاج.